تو تسويت هات نبداو بعض الخطايا ما تخافوش البعض منكم باش يفرح انه فما خطايا جديده. شد عندك. شد عندك إلقاء فواضل البناء أو الأتربة أو بقايا النباتات والأشجار ونفاية الحدائق والفضلات المنزلية على ملك الدولة العمومي للطرقات أو بمناطق الارتفاق المخصصة له خطية بقيمة 1000 دينار عن كل عملية. وقوف العربات في الأماكن غير المخصصة لذلك أو غير المرخص فيها أو التي تعيق حركة الجولان فيها 300 دينار عن كل عربة. توقف العربات في غير الأماكن المخصصة لذلك أو غير المرخص فيها أو التي تعيق حركة الجولان فيها 200 دينار عن كل عربة. تركيز بنايات أو أكشاك دون ترخيص على ملك الدولة العمومي للطرقات أو بمناطق الارتقاء المخصصة له فيها 100 دينار عن كل متر مربع. وإقامة الركائز الإشهارية دون ترخيص على ملك الدولة العمومي للطرقات أو القابلة للرؤية منه على العقارات المجاورة مقدار الخطية الإدارية بالدينار 2000 دينار على كل ركيزة إشهارية. وضع اللافتات الإشهارية من المادة اللينة دون ترخيص على ملك الدولة العمومي للطرقات أو القابلة للرؤية منه على العقارات المجاورة الخطية هذه فيها 1000 دينار عن كل لافتة إشهارية. كذلك الساق مازال خاطر طويلة مليحة مانيش نمشي ننتخب ما نحبش ننتخب كل عام تنتخب ما فهم شيء رينا حاجة نحن من الدنيا هكذا كل يوم مشاكل كل يوم ثورة كل يوم عرق كل يوم حكايات علاش ننتخب علاش ناس ننتخب ما فهم شيء يشجع علاش ننتخب حتى ترى الشعب ماهوش ينتخب شكون تنتخب ساعة ماكش عارف روحك شكون تنتخب انا ننتخب روحي عامل دراب وحدي على اثر توفر المعلومات لدى السيد قائد التحقيق الرابع محكمة سوسة 1 بوجود مجموعة من الأنفار بصدد زراعة مادة الماريخوانا والتفريط فيها بالأحياء الشعبية تم فتح بحث تحقيقي بعد استشارة النيابة العمومية وتعهدت فرقة الشرطة العدلية سوسة المدينة بالأبحاث وبعد أبحاث أمنية معمقة تمكن أعوان الفرقة المذكورة من بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض على نفران مساء هذا اليوم بحوزتهم حوالي 500 جرام من مادة الماريخوانا الجاهزة للاستعمال. إلصاق سندات إشهارية أو إرشادية أو إعلامية أو توجيهية تحت الجسور أو على الأعمدة الكهربائية أو المنشآت والتجهيزات التابعة لملك الدولة العمومي للطرقات أو الكتابة عليها فيها 300 دينار خطية عن كل عملية. كذلك سكب زيوت أو مواد سائلة مضرة أو خرسانة على قارعة ملك الدولة العمومي للطرقات وبمنشآت تصريف مياه الأمطار والمساحات الخضراء ومختلف الفضاءات التابعة للملك العمومي للطرقات فيها 600 دينار عن كل عملية. كذلك تصريف المياه المستعملة على قارعة الطرقات أو بقنوات تصريف مياه الأمطار فيها 400 دينار على كل عملية. حفر ملك الدولة العمومي للطرقات فيها 100 دينار على كل عملية. إقامة مخفضة سرعة عشوائية معناها لدودان على ملك الدولة العمومي للطرقات فيها 1000 دينار على كل مخفض سرعة. مد قنوات الري أو أي نوع آخر من القنوات على ملك الدولة العمومي للطرقات فيها 100 دينار عن كل متر خطي. حكي على روحي ما هو نورمال خويا هما ولو حتى تحط له كيلو الكسكسي ب 100 دينار ينجم ياخذه هو تحط له كيلو فلفل ب 200,000 ينجم ياخذه خاطر هو شاريته باهيه وراكب في كرهبه بلاش وماخذ ليسونس بلاش فهمتني ونهار كامل يحكيوا علينا في لغه في بينهم نحن الشعب ولا ما نعرف شنيا هاو سعيه واموركم باهيه وكذا تو ثوره عندها 7 ولا 8 سنين خويا ونحن قاعدين في النيفو هذا وباقي طايحين لوت هما يطلعوا الفوق ونحن خويا طايحين لوت ما عادش خالتين على حد شيء خويا فهمتني تو بشر قبل كان يقضي على الاقل يعبي قفوه باش يطيب عشيه تو خويا ولا يقضي دوبليش هكا 200 غرام باش يطيب عشيه شوف يخت عليهم شوف ليه شعلوها الدنيا من الاخر شعلوها خويا وبطالوا عازب اما المعرس مسكين خويا الباهي اللي ياخذ في 500 دينار يخلص كيما اليوم يوم غدوه تلقاه خلصها خذاها باليمين مدها باليسار كيفاش باش يكمل بقيه الشهر مسكين لا يا اختي ماشي باش ننتخب انا فهمت ما عندي ثقه فهمت انا ثاني بلدي ضرتني اختي تهزي في سلعتي كي تجي وراي واش ننتخب علاش ننتخبهم انا فهمت انا مظلوم في البلاد هذايا فهمت ذاك ترى في اختي ندبر في راسي واعد فهمت بو صغار وكل ما شيء فهمتني ونحب نعيش يعني فهمت ما خلوناش نعيشوا مش عارف شنو يحبوا انا فهمت عملنا ثوره كذا في بالنا باش العباد تخدم ارواحها وكل ما شيء وطريض ونظموا البلاد هذايا ونعيشوا فهمتني وما نعرفش اختي فهمت ما عنديش علاش باش ننتخب انا فهمت.
تهشيم عمود كهربائي فيها 2000 دينار على كل عملية، تهشيم فوانيس الأعمدة الكهربائية والإضرار برسومات الطريق أو النقاط الكيلومترية وكل التجهيزات الأخرى التابعة للملك العمومي للطرقات أو الكتابة عليها فيها 400 دينار عن كل عملية، كذلك تهشيم إشارات أو علامات المرور العمودية فيها 1000 دينار عن كل عملية، تهشيم زلاقات الأمان فيها 100 دينار عن كل متر خطي، الربط بعمود كهربائي للتزود بالكهرباء فيها 2000 دينار عن كل عملية، والانتصاب بواسطة وسائل النقل أو غيرها لبيع الخضر والغلال ومختلف السلع على ملك الدولة العمومي للطرقات، بسباس برتقان قنارية معدنوس مروب 300 دينار عن كل عملية، وترك عربة أو هيكل عربة مهمل أو بغرض استغلالها على ملك الدولة العمومي للطرقات أو بمناطق الارتقاء المخصصة له فيها 500 دينار عن كل عربة أو هيكل عربة. مش نعمل ينصر دينك يا أستاذ حنفي نزغرت ولا نقولوا برشا تنزل كل شو اللي يخدم على الخطايا كل يخرج وكل واحد عنده مليار في مكتوبه كل يوم على يا فلان ما عايش ايش تحكي لك انا ايش تحكي لك كان واحد من الناس نوقف فيه قرنين فلفل وكعبتين طماطم وكعبتين بطاطا اضيعها اذا خلطت ولا فهمتني ربوع ربطس في النار مش ربطس في النار ولا راس بس ما هذول ما عندها هذول امور ثانويه لكن اخلط على الفلفل والبطاطا والطماطم سما بها ياسر سما باش معناتها ماكله نتاع ليله ويوم تغدو في جديد غلان معيشة شيء مهول العطارة هنا كلها تزيد خو يسمعوا فهمتي حارة العظام 660 حاليا دور حي الجمهورية تلقى في 750 وفي 800 معنا وقت اللي ناكلوا مثلا بنانا مثلا يعني موز ينبغي أن نستشعر بأنه نحن قاعدين ناكلوا في الدينار معنا نقدم الدينارنا لأنه هذا الإصبع من الموز هو مستورد كما مريض السكر وقت اللي يتلذذ بقطعة من السكر هو قاعد يضر في نفسه بالحقيقة يتلذذ ولكن قاعد ينتحر نستهلك تونسيا What the fuck are you talking about? What are you talking about? نزالة عملوا معايا نزالة مش معقولة هؤلاء أنا مطلبتهم حتى شيرة إلا ما يضايقوني حياة الباجي طردني من القناة الوطنية يا سي عمل عليه خطاب حضرتني وتوفيق بن بريك مشي راضي بالحاج قود له والدرياش قال له كان الباجي ما عنده ما يعمل يتبع في حسن بن عثمان إذا يعني قال الباجي هذا تهيج كي يقول عليك رئيس الدولة تهيجي تعرف شو يحصل لك يحصل لك وين تمشي يقول لك يا تهيجي ما عندناش وقت ليك ودي نحكي في القناة الوطنية تبع الكلمة ومازال تخدم كما هي تخدم مالهاش والوطنية هم يعرفها بالقديم الباجي يعرف العلام هذا حسن بن عثمان الحقيقة الخطاب عمال يتيح من يوم إلى آخر إذا والله يشوف مش هو الإعلام مش الخطاب اللي قاعد يتيح واللي بيتيحش هو الأيام قاعدة تكشف في الرهوط اللي يردهم لنا نجوم في المجتمع وهم ما يسوا حتى شيء هذه المصيبة حسن بن عثمان هو شخصية طريفة كان بالحق يعجبني معناتها في الأول ويقال أنه يطلع ديما في البلاتوات راه في حالة سكر يقال أيه. هذا ما يروج له You like to drink? I like to drink I'm gonna drink the whole show معناتها أنت عمرك 17 سنة وفقت بثغرة في الفيسبوك ثغرات زادة قل لي شرف الدين الساعة أنت اش تعمل في الدنيا شنو قالي كيفاش معناتها عندك هالموهبة نتاع اكتشاف الثغرات على المواقع الاجتماعية شرف الدين حمدي نقرا تروزيام اني تكنيك يصير من ورش سوسة والموهبة نتاعي بدات معناها من الصغرى مليان صغير معناها عندي اهتمام بالمجال التكنولوجي بصفة عامة إدارة الفيسبوك كفئتك ب 3000 دولار كفئتني ب 3000 دولار وصلوك ولا مازال الساعة؟ وصلوا ما نبعث فيه مني الواحد يقرب لي لبرا وهو يبعثهم لي لتونس حتى في تونس ما عندناش بايبل باش نجبدوا عليه الفلوس واضح ويظهر لي باش يتم زاد إدراج اسمك في قائمة المكرمين على موقع الفيسبوك اصلي حطوه معناها في التوب 35 من 135 واحد صح الخوية معناتها على الأقل أموا معناتها في 17 سنة تعمل في حاجة إيجابية على الفيسبوك قد إيفينينج ما يفرنز ويلكم تو هاو ار يو هاي كم ذس رايت ستاند اب ان بيكوز اي يوز فروم ذا سي اي ام شور ان اول بيبل ويل لسن تو ماي تو الله يخرب عقلك يا جدع والله من وانا اقول يا رب ده انجليزي ده يا مرسي